كنا قد وعدنا في ختام الحلقة الماضية من سلسلة الليالي الحسينية أن نعرض نموذجا من أولئك الذين اصطفوا مع أعداء الحسين وقتلته صلوات الله عليه، وينطبق عليهم بهذا أنهم ممن اشترك في سفك دمه الشريف. ليس شرطا أن يكون هؤلاء يصرحون بأنهم يرضون بما جرى على الحسين عليه الصلاة والسلام، يكفي لانطباق هذا العنوان عليهم أنهم ممن قتل الحسين أنهم يقولون بأن الحسين عليه الصلاة والسلام كان خروجه خروج مفسدة للإسلام والمسلمين لا خروج مصلحة، وأن ما قام به سبب شرا عظيما. يكفي أن يقول هؤلاء إن الحسين قد أخطأ في خروجه، يكفي أن يقول هؤلاء إن الحسين هو الذي يتحمل مسؤولية ما جرى له. هذا كاف لأن يكون هؤلاء من أعداء الحسين وممن يحشرون مع قتلتهم يوم القيامة، ومن الذين يقال لهم كما في الحديث القدسي الشريف الذي نقلته لكم في الحلقة الماضية: خذوهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه وألقوهم في جهنم، فإذا قالوا ربي إنا لم نحضر الحسين قيل لهم ما مضمونه إنكم قد رضيتم بقتله. الرضا بقتل الحسين لا يشترط فيه أن يصرح المرء به، يكفي ما قلته آنفا، لأن معنى قولك إن الحسين يتحمل مسؤولية الذي جراه، ومعنى تخطئتك له، ومعنى دعواك أنه والعياذ بالله سبب مفسدة وشرا عظيما في هذه الأمة، معنى ذلك أنك ترضى بما وقع على الحسين ولو بدرجة أخف من ذلك الذي يعلن الابتهاج بمقتل الحسين صلوات الله عليه. لماذا؟ لأنك ها هنا بقولك هذا إنما تردد حجة الذين قتلوا الحسين، إنما تردد حجة بني أمية. بنو أمية وأشياعهم هكذا قالوا: قتلنا الحسين درءاً للمفسدة التي أوقعها، قتلنا الحسين لأنه سبب شرا عظيما كان لا يمكن أن يتعامل معه ويقضى عليه إلا بقتله. هذه هي حجة بني أمية، هذا هو ما زعمه معاوية في كتابه للحسين الذي نقلته لكم سابقا، إنه كان يحذره من ماذا؟ من الفتنة والفساد وشق عصا الطاعة. هذا كان تبرير يزيد بن معاوية، هذه كانت ذريعة عبيد الله بن زياد، هذه كانت حجة
عمر بن سعد بن أبي وقاص. فأنت حينما تقول إن الحسين هو الذي يتحمل مسؤولية الذي جرى، وحينما تتطاول أكثر على هذا السبط العظيم فتقول أنه والعياذ بالله لم يكن في خروجه لا مصلحة دين ولا مصلحة الدنيا، وأن خروجه سبب نقصان الخير وزيادة الشر، بل سبب شرا عظيما وفسادا في هذه الأمة، أنت بهذا تصطف مع قتلة الحسين، وإن زعمت من جهة أخرى أنك لا ترضى بما جرى على الحسين. يقال لك ها هنا إنك من أعداء الحسين، إنك من قتلة الحسين، إنك ممن شرك في دم الحسين صلوات الله عليه. ويقال لك ها هنا إنك تخشى من ردة فعل الجماهير الإسلامية إذا ما وجهت السهام الصريحة للحسين، فلا بد أن تغلفها بكلام توحي به أنك لا ترضى بقتل الحسين، وأنه كان مظلوما وأنه كان شهيدا، ولكن هو الذي يتحمل مسؤولية ما جرى، هو الذي تسرع وتعجل وقام بما قام وسبب شرا وفسادا عظيما في هذه الأمة.